جزاكم الله وأحسن إليكم. المرسل باء عين من المزاحمية بعث رسالة ضمنها عددا من الأسئلة، يقول في أولها في دعاء القنوت يقول الإمام: إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، فهل المقصود في الدنيا أم في الآخرة؟ المقصود للجميع في الدنيا والآخرة، لا يذل من والاه الله، إن الله ينصره ويعينه ويكرمه ويقويه، ولا يعز يعني لا يقوى ولا يمتنع من عاداه الله عز وجل، لا في الدنيا ولا في الآخرة.